السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على شامبو لوريال الفيف بزيت الجوجوبا، مكتوب عليه شامبو تغذية عميقة للشعر شديد الجفاف. اهو العبوة دي 400 ملي، سعره حوالي 65 جنيه، جايباه من هايبر ماركت. جربته حوالي 3 مرات. الشامبو ده زي كل الشامبوهات بتاعت لوريال الفيف، بينظف الشعر حلو جدا، بينظف فروة الراس جميل جدا من اول مرة. تاخدي شوية بتغسلي شعرك بينضف من اول مرة، حتى لو حط عليه زيوت، عاملة له حمام زيت من اول مرة، مش بتحتاجيش تعيدي عليه غسيل تاني عشان فروة راسك تنضف. ريحته جميلة جدا، وقوامه شامبو عادي. اهم حاجة عندي ان هو من اول مرة على طول، مهما بقى عاملة حمام زيت، حمام بيض، اي حاجة، كالعادة بحب استخدم الشامبو ينظف على طول من اول مرة، ما اقعدش بقى اي اغسل مرة واتنين. هو ده كده هينظف شعرك من اول مرة. دي الانواع اللي انا جربتها في لوريال الفيف. في زيوت سمينة، ده للشعر العادي والجاف، وكمان لوريال الفيف دريم لونج. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اللي عايز يشوف الفيديوهات. بتكلم بقى في التفصيل عن السعر وكل حاجة هتشوفوها في الفيديوهات دي بتاع زيوت سمينة ودريم لونج. الشامبو بقى اللي هو بالجوجوبا ده، طبعا هو مكتوب عليه من ورا ازاي تستخدميه وطريقة الاستخدام، وان هو للشعر شديد الجفاف. زي ما قلتلك هو حلو وجميل، هينظف شعرك كويس جدا، ولو جفف شعرك شوية صغيرين زي اي شامبو عادة بيسيب الشعر شوية عايز شوية ترطيب. اهم حاجة في استخدام الشامبو هتستخدميه ازاي، هما هنا طبعا كاتبين لك ازاي الطريقة، بس طبعا هو مش مع الشامبو ده بس، مع اي شامبو هتستخدميه على شعرك لازم يكون على شعر مبلول الاول. بتبلي شعرك، ما تحطيهوش على شعرك وهو جاف. الاول تبلي شعرك، بعد ما تبلي شعرك كويس جدا تغرقيه مية يعني، بعد كده تاخدي شوية شامبو كده في ايدك وتخفيهم برضو بشوية مية، واغسلي بقى شعرك زي ما انت عايزة. فروة راسك طبعا، بتركزي على فروة راسك بأطراف صوابعك، بتدلكي فروة راسك كويس. وطبعا ممكن تستخدمي كمان في فرشة كده سيلكون ممكن تدعكي بيها فروة راسك، كل ده عشان نضمن ان فروة الراس ما يبقاش فيها اي دهون متراكمة نتيجة الحر والعرق. فأهم حاجة بتركزي في تنظيف شعرك على فروة راسك، وأهم حاجة يكون شعرك مبلول ما يكونش ناشف، وتكوني كمان خفة الشامبو بشوية مية، نقطتين مية بس مش كتير، وتدعكي فروة راسك، وبعد كده تنزلي على شعرك كله بباقي بواقي رغوة الشامبو وتشطفيه على طول، ما تسيبيهوش على شعرك خالص، عشان كل ما هسيب الشامبو على شعرك كل ما ده هيأثر على شعرك بالسلب وهينشفهولك، وكمان مش بعيد يقصفلك شعرك. فما تسيبيش الشامبو اكتر من ان انت اول ما ترغيه اشطفيه فورا. هو مكتوب عليه للشعر شديد الجفاف، هو حلو جدا وبينظف الشعر زي ما قلت لكم جميل، بس هو ترطيبه، لو هنيجي نتكلم على الترطيب وهنقارن لوريال الفيف بزيت الجوجوبا بدريم لونج بزيوت سمينه، اكتر واحد ترطيب فيهم ايه، وانا حبيت اكتر واحد من حيث الترطيب زيوت سمينه، هو اكتر واحد بيرطب فيهم. شامبو زيوت سمينه ده مكتوب عليه للشعر العادي والجاف، وتقريبا انا مخلصاه، فاضل فيه هنا لغايه هنا كده بس. ده حلو قوي في ان هو بيجففش الشعر خالص، اللي هو لوريال الفيف زيوت سمينه ما بيجففش الشعر خالص، ده جميل جدا، بس بيجفف الشعر شويه صغيرين بس. لازم تكوني عارفه ان انت بعد الشامبو ما ينفعش تكتفي بترطيب الشامبو لوحده، مهما كان لازم هتستخدمي وراه بلسم او حمام كريم زي ما تحبي، لكن لازم هتعتمدي على الترطيب على حمام كريم او بلسم زي ما تحبي، لكن الشامبو لوحده طبعا مش كافي، مش هو ده اللي هيخلي شعرك يعني مترطب، لا احنا بندور في الشامبو على التنظيف مش الترطيب. فالشامبو ده جميل جدا، بينظف الشعر، بينظف فروه الراس حلو قوي، يعني انت تركزي طبعا على فروه راسك، ممكن حتى ما تحطيش على كل شعرك، لو انت مثلا الشامبو من بينشف شعرك اكتفي ان انت بتدلكي فروه راسك كويس بالشامبو وبعد كده تشطفيه. لكن الترطيب بقى بنروح لحمام الكريم، بنروح للبلسم، فكده كده انت هتجيبي شامبو لازم هينشف شعرك شويه مهما كان درجه ترطيبه، او بيرطب الشعر حلو او مش حلو، لازم هيسيب شويه جفاف في شعرك، خصوصا في فصل الصيف الشعر بيبقى بيتلكك علشان يجف يعني. فده حلو جدا، كميته حلوه، بينظف الشعر حلو قوي، لوريال الفيف بزيت الجوجوبا.
بس بينشف الشعر شوية صغيرين، رغم ان هما كاتبين عليه ان هو للشعر شديد الجفاف، بس مع العلم ان انا شعري ناعم كمان، بس هو حسيت ان هو نشف شعري شوية، مش نشفه قوي النشفان اللي انا اقول بقى لا انا مش هجيبه تاني ده نشف شعري، لا بس هو يعني ما سابش شعري مترطب مثلا زي لوريال الفيف زيوت سمينة. فلو انتي بتسأليني مثلا طب يا جيجي نجيب انهي، انا عايزة اجيب شامبو ما ينشفش شعري قوي، مثلا بصبغ شعري كتير، انا زي مثلا بتصبغي شعرك كتير، هيكون زيوت سمينة ده مناسب اكتر، ده بقى من نشف الشعر خالص. بس انا بحب يعني اجيب حاجة جديدة عشان اعمل عنها ريفيو واقول لكم رأيي، لكن انا لو رايحة اشتري في السوبر ماركت وعايزة حاجة مضمونة، او عايزة حاجة مضمونة وابقى عارفة ان هو هيبقى حلو معايا من غير تفكير، يا اما ده دريم لونج يا اما ده زيوت سمينة، من غير تفكير كنت هجيبهم على طول، بس انا جبت ده من باب التغيير عشان اجرب حاجة جديدة واقول لكم رأيي فيها. هو حلو جميل، بينظف الشعر حلو قوي، هتعملي حسابك ان هو ممكن يجفف شعرك شوية صغيرين مش مشكلة، شو البلسم او حمام الكريم هيعوضك الجفاف اللي حصل منه، بس هو من حيث التنظيف ومن حيث ريحة الشعر بيخلي ريحة الشعر جميلة، ملمسه على الشعر حلو قوي، وانت بتغسلي شعرك بيرغي على طول، بينظف فروة الراس كويس جدا، وبيدي شعرك كده انتعاشة بعدها، بتخلصي بتحس ان شعرك كده فعلا نضف وفروة راسك نظيفة جدا، فعشان كده هو عجبني. حتة جفاف الشعر شوية اللي انا حسيت بيها، هو مش زي ما قلت لكم مش جفاف قوي، ده نتيجة ان انا في الحر شعري بيجف اصلا، فببقى عايزة حاجة زي مثلا لوريال الفيف زيوت سمينة ده ما بيجففش شعري خالص، ودريم لونج كمان ما بيجففش شعري خالص. لكن لو هنقارنهم يعني بلوريال الفيف زيت الجوجوبا، لا دول احسن منه في الترطيب، دريم لونج او زيوت سمينة ده جميل جدا بس ترطيبه اقل شوية، وزي ما قلت لكم الترطيب في الشامبو مش حاجة اساسية، لان احنا كده كده هنرطب شعرنا ببلسم او بحمام كريم، فالترطيب مش حاجة اساسية في الشامبو، الشامبو اهم حاجة يكون ريحته حلوة، بينظف حلو، وقوامه حلو وكميته حلوة وسعره احلى طبعا، ده المطلوب يعني. فالشامبو ده فيه كل المميزات دي، سعره وقوامه وريحته كله حلو جدا، لوريال الفيف من اجمل انواع الشامبوهات اللي انا بحبها وبحب استخدمها جدا، وانصحك تجربيه. ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام، ومرسي ليكم، باي باي.